رئيس السيسي الحقيقة ألقى بهذه المناسبة كلمة هنأ فيها الأمة العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وأكد خلال كلمته الرئيس أن ما يعني نحتفي به اليوم هو انتصار جديد، وهذه حقيقة وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي، والذي طالما يعني كان فيه المصريين هم القدوة والمثل الملهم، وخصوصا في أوقات الأزمات زي ما احنا شفنا النهاردة. هذه الفرحة اللي جاية علشان بس تكون الناس قلبها على قلب بعض. تعالوا نعود ونسمع جزء من كلمة السيد الرئيس. والفخر بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي، والذي لا طالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل والملهم، وخصوصا في أوقات الأزمات والشدائد. ما نشهده اليوم ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب العظيم، وإظهارا لقدرته في تحويل المحن إلى منح. طب وبعدين؟ احنا هنقعد بقى، بقول لكم ايه، احنا هنقعد نحب بعض بقى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. واظهارا لقدرته في تحويل المحن الى منح والازمه الى نجاح وانجاز. الحقيقه مشهد انساني رائع، ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. جزيل الشكر، جزيل التقدير لكل من شارك في هذا النجاح من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.